القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ثورة 30 يونيو، الثورة اللي غيرت حقيقي مسار الوطن، الثورة اللي أمنتنا دلوقتي على نفسنا وأمنتنا وطمنتنا على أبنائنا، الثورة اللي احنا بنقول اختلفنا الحمد لله عن جيراننا المحاطين بالمشاكل والمخاطر من جميع الجهات، الثورة اللي قادها فخامة الشعب المصري وأيدها ودعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نتاج هذه الثورة من إصلاح اقتصادي يعم بالخير على الجميع ويعم بالخير على الوطن. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة ومصر كلها طيبة. احنا في الحوار الوطني ده نتاج طبيعي لثورة 30 يونيو سابقة سياسية لم يدعو لها رئيس مصري من قبل، بتقول ان احنا كلنا على مائدة حوار واحدة، القوى الأحزاب السياسية، القوى المدنية، الائتلافات، مصر كلها قاعدة بتطرح كل أطروحتها حول ما سيتم خلال السنوات القادمة. مصر كلها بتعبر الجمهورية الجديدة بمائدة حوار فيها حرية تامة، مفيش مصادرة لحد، بالعكس بترحب بالرأي والرأي الآخر. أعتقد إن احنا بنعيش مصر جديدة، أعتقد إن احنا فعلا على أعتاب جمهورية جديدة. كل سنة وانتم طيبين جميعا. طبعا احنا بنهني الشعب المصري على ثورة 30 يونيو، الثورة اللي عملت اللي حصل بيها إنشاء الدولة الجديدة لمصر وانشاء وتطوير كل البنية التحتية المصرية، واحنا بنتكلم على طرق اتعملت في كل ربوع مصر، نتكلم على تحديث مطارات ومواني وشبكات القطارات والقطر السريع، نتكلم على تطوير في البنية التحتية زي الكهرباء والمية والغاز. احنا يعني النهاردة بنتكلم على مدن جديدة اتعملت، توفير فرص عمل. فاحنا يعني بنهني نفسنا على 30 يونيو، وكل سنه ومصريين دايما بخير. احنا كلنا طبعا سعداء بما تم خلال الفتره الماضيه، انجازات تحققت على ارض الواقع، بنيه اساسيه غير مسبوقه، مبادرات رئاسيه غيرت وجه مصر. النهارده عندنا مبادره حياه كريمه اللي هي هتفيد اكتر من 58 مليون مواطن مصري، شبكة الطرق اللي هي أصبحت تربط كل أنحاء الجمهورية، مبادرة 100 مليون صحة اللي قادت على التهاب كبد الفيروس سي، التأمين الصحي الشامل اللي بدأ يدخل في أكثر من 5 محافظات، المجلس الأعلى للاستثمار، كل هذه المسائل إنجازات تحققت على أرض الواقع غير مسبوقة. إحنا مصر بتشهد يعني طفرة كبيرة جدا. إحنا من خلال هذا اللقاء احنا بنوجه التحية إلى قائد المسيرة اللي هو يمكن قاد ثورة 30/6 بحكمة واقتدار وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهنئة لكل قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة ولجميع أفراد الشعب كل مواطني مصر على بمناسبة 30/6. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بالنسبة ل 30 يونيو طبعا هي ثورة حقيقية، هذه الثورة التي عبر عنها الشعب المصري عن فكرته لرفض كل انواع الجمود واغتصاب الدوله المصريه، وهذه الثوره اللي كنا مشاركين فيها كلنا كمصريين بشكل او باخر باختلاف فئاتنا وعمرنا وجنسنا ونوعنا. الحقيقه يعني كانت ثوره مجيده، ثوره عظيمه. هذه الثوره اللي احنا بنقول هي بدايه انطلاقه جمهوريه مصر العربيه وعوده الوطن الى المواطن المصري حسب ما كان يريد وفقا لما قام به في ثوره يناير. الحقيقه ثوره مكمله لنير ما فيش شك طبعا، بس هي رسمت الامور بشكل اوضح، اخلفت لينا طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل المحارب القوي الجريء الحقيقه، يعني اللي هو اشتغل مع الشعب المصري بشفافية غير مطلقة ولم تكن مسبوقة. احنا من خلال بنصفر بحوار وطني ليه، ما دي برضه تعتبر مكتسبات ثورة 30 يونيو الحقيقة. يعني بنتكلم على جمهورية جديدة، بنتكلم على بنية تحتية اتصرف عليها مليارات، كل ده كان يعني لو ما كانش 30 يونيو ما كانش ممكن يحصل ابدا. احنا برضه لازم نقول ان احنا لولا البنية التحتية والطرق والكباري اللي اتعملت والانشاءات الضخمة العظيمة اللي قامت بيها جمهورية مصر العربية كان زماننا محولين الى جراج كبير جدا واقفين محلك سر في القاهرة، ولا سيما عواصم المحافظات من التكدس السكاني الرهيب. العديد والعديد من المكتسبات اتت من 30 يونيو. كل سنه وسعادتكم طيبين.
إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانه أو تغض بصره عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري.